السلام عليكم خواتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير عليكم. عاود جي رجعت لكم بهذا الفيديو عن هذه العملات كين خواتي. ماكم خاسرين والو، العملة تطلع وتنزل، وهي دائما في يعني قد ما تنزل ماهيش راح تنزل اكثر من اللازم، ولكنها كل ما تصعد اكثر كما تلاحظون يوميا، او بعض الاحيان كنت تفكر التطبيق صراحة نقوم بالسحب. كما تلاحظوا لهنايا عندي 2.97 دولار، يعني تقريبا 3 دولار. العملة هذه مجانا، تأخذها من المحفظة، لا يطلب منك لا توثيق المحفظة ولا يطلب منك رسوم السحب ولا شيء من هذا القبيل. والعكس، التطبيق هذا سهل جدا ومجاني وليس معقد. هذا هو التطبيق اللي حكينا عليه من قبل. كل ما عليك هو يوميا تضغط هنا فقط بلاي، هنا او هنا تطبيق، يعني عندك الارباح يومية. اذا اردت ايضا هنا بدون ان تعمل التطبيق، يعني بدون ان تضغط، يعني كل كما تلاحظ سوف اضغط هنا، تضغط هنا انا هنايا، حتى الكاباتش تاعو الكاباتش ليس مزعج كما تلاحظوا. تضغط هنا فقط، هكذا فقط، كل نصف ساعة يعطيك كمية من هذه العملة. ثانيا الموقع فيه أيضا موقع موجود على، تضغط هنا بلاي هكذا، بعد ذلك تضغط هنا، بعد ذلك تختار 10 أو 100 أو 1000 أو 10000. نضغط هنا هكذا، مرة صارت لي غلطة أخوتي، شوفوا مليح لهنا، صارت لي غلطة ولكن مانيش ندمان عليها. أرسلت العملة اللي كانت عندي، أرسلتها ل باسكو ارسلتها ما باش لي من راح، ضغط هكذا وارسلت العملة. بالك تغلطوا، يعني كي تخرج لك ما تضغط على حتى مثال هاي ليك باش نفهمكم. كي تضغط لهنايا، كي تضغط هنا تعطيك هذه الواجهة. انا واش درت؟ غلط، درت لهنايا الخانة هذه وارسلتها، راحت العملة تاعي. عندنا هنا ايضا تبدا هي هكذا، كونتيني بعدها هكذا، كونتيني بعدها هكذا، بعدها هكذا كما تلاحظوا. دوك نرجعو للاولى ولا طلعت، أما نزيد لأن راي عندي العدد بزاف. سوف أقوم الآن بالسحب العملة، تضغط هنا فقط send، هنا لتأخذ الأموند ما عليك فقط، تضغط هنا فقط بدون الكتابة، تضغط هكذا يأتيك العدد. المحفظة نذهب إلى 3 سوالات. لأن خاوتي باش تضيفوا المحفظة سهلة جدا، تضغط هنا في الأعلى هنايا، هنا في الأعلى تضغط عليها ثم تكتب كين. قبل ما تضيف العملة تأكد جيدا أنك لن تضغط على هذه. إذا ضغط على هذه وأرسلت أرسلت أرسلت العنوان ما توصلكش العملة، شاهدوا أضغط على هذه مكتوب عليها كين SPL، هذه هي. نأتي لهنا نضغط على ريسيفوار ونذهب إلى هنا ونضع رابط. نشوفوا شحال عندنا العملة هنايا، عندنا 24120. نضغط هنا هكذا send، قلتكم قبيلة حتى كي تزيد العملة مثلا كي تربح العملة ما تعرفش علاش، شوفوا العدد شحال كبير، حتى ولا تزيد لهنا ما نشوفوهاش، انا ما تبانش.
الان واش نديرو؟ نروحو للمحفظة تاعنا مباشرة. شتو خوتي؟ لك قلت عندنا 3 دولار 25 سنت، يعني في ثانية فقط العملة توصل للمحفظة تاعك، ما تستنى عليها لا ساعة لا 5 دقائق لا 10 دقائق، مباشرة العملة تكون حاضرة على كيما طرح بالك. هي صفر لهنايا، وهنا كيما قلت لكم نضغطوا لهنا هكذا هكذا، نضغطوا هنا هكذا ثم نعيد. انا عارفه هكذا انا خاوتي والله ما نخدم على هذا التطبيق، ساعة ساعة ندخل عليه. وعلاش؟ لاني عندي احالات، الاحالات هما اللي يطلعوا لي لهنايا، يطلعوا لي القيمة لهنايا. قليل كي نشوفوا على كاش فيديو كاش حاجة نفكروا نديروا. وهي ايضا فايدة لكم انتم، اعملوا عليه، شاركوا على روابط التواصل الاجتماعي، ويوميا تسحب ولا كل ساعة تسحب. والعملة هذه ممكن ما على بالناش، هذه عملة اسمها عملة رقمية. ممكن العملة هذه كي يكون عليها تجاوب بزاف يخدموا عليها تطلع. لو ذهبنا كوين ماركت كاب نشوفوا لهنايا شو وين كانت، طلعت لهنايا. درك العملات هي الأكثر، العملات تلقاها تحت اسهم السولانا راهي في انخفاض، ولكن سوف المد يعاود يرجع كما كان. نروح على ما كوين ماركت كاب لهنايا، شوفوا العملة موجودة هايديك، السعر تاعها طاحت ب10، طاحت بزاف كما تشاهدوا. شو وين كانت؟ لكن العملات هذه عملات رقمية تطلع وتنزل، احنا ما نخسروا نخدموا عليها نخزنوها. كل هذا كل ما في الأمر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ذلك اسمحوا لي ربط الحالة، نوريكم نتيجة ربط الحالة. ربط الحالة ديه من هنايا، تضغط هنا باش نسهلها لكم. ربط الحالة تاعكم تديهم من هنايا، تضغط هكذا تنسخو. تحب تشاركو على الفيسبوك على الواتساب على الماسنجر، وأيضا على كيما نقولو ترسلو، يعني عندك بزاف طرق لي ترسل بهم الرابط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.